موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود مصطفى وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام وحسن إدارة الأصول التابعة لها. صرح السفير بسام رادي متحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بكافة مكوناته بما في ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام في المساهمة في عملية التنمية الشاملة وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية. كما اطلع الرئيس السيسي على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع فضلا عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار. تفقد المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي لحضور العرض التقديمي، وتفقد نموذج للحارقة ولعت محطات توليد الكهرباء الذي تم تصنيعه لأول مرة بخامات محلية الصنع. أكد وزير الإنتاج الحربي إلى أن الشركات التابعة للوزارة لديها من الإمكانات ما يمكنها من تصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وتأهيل كافة المحطات كهربائية على مستوى الجمهورية. أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن اتفاقيات التمويل الإمائي الميسر التي تم إبرامها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص بلغت نحو 14 مليار دولار. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الاتفاقيات تستهدف دعم الموازنة العامة للدولة وتطوير الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل وغيرها من المشروعات التنموية. أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تشجيع الاستثمارات الجديدة في مشروع المثلث الذهبي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار بما يدفع تنمية المنطقة وإنجاز مشروعات ذات نفع اقتصادي كبير. جاء ذلك خلال اجتماع وزير البترول مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وأشار وزير البترول إلى أهمية مواكبة خطة العمل بالمنطقة للمتغيرات الاقتصادية والتشريعية والتحولات في مجال الطاقة والعمل على تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية. وصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع نظرائه وزراء الإسكان والتعمير العرب ورؤساء الوفود العربية زيارة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإسكان العربي السابع. شملت الجولة التفقدية مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية، حيث أشار وزير الإسكان إلى أن المشروع يتم تنفيذه لأول مرة بمصر بسواعد عمال شركات المقاولات المصرية، ويعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 708 عنصرا إجراميا ومصرع عنصرين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات. وضبط معهم 302 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 100 متهم وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة. ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1185 قطعة سلاح ناري، أبرزها رشاش وجرينوف، و160 بندقية، و94 بندقية آلية، و48 مسدسا، و881 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و120 خزينة، إضافة ل 1486 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 578,352 حكماً قضائياً، من بينهم 2,353 حكم جناية، و207,707 حكم حبس، و286,790 حكم غرامة، و81,502 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضم 21 متهماً، قاموا بارتكاب 10 حوادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 81 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 116 متهماً، وتم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2237 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 2487 متهماً، من بينها أكثر من 1486.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وحوالي 635.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين قاربت على 118.5 كيلوغرام، وضبط ما يقرب من 34 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 68.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 55,870 قرص مؤثر، و 24,424 قرصة ترامادول مخدر، وعدد 20,260 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 153 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 24 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.